اليوم احنا مشاركين في حملة لبي يا وطن، الهدف منها توعية اللي يزورون مشرف مول بخصوص كيف يعقمون وآلية لبس الكمام، وانه يكونون يخلون مسافات ما بينهم البعض لحمايتهم وحماية أسرهم الكريمة. الحملة صار لها هاي المرحلة الثالثة لها، شاركنا في مرحلتين سابقتين قبل، والله يوفق إن شاء الله، واللي مبين أن المتطوعين ومتعاونين كثير يريدون يشاركون ويوعون الناس بكيف يوعون نفسهم ويحمون نفسهم من هذا المرض اللي يصاب العالم. الهدف الرئيسي منها أن يحمون بعض، يتباعدون عن بعض، يلبسون الكمامات. صارنا تقريبا الحين أكثر من شهر في كذا حملة، اليوم هذا اليوم الثاني في الحملة الثالثة اللي مشاركين فيها عشان ننوه للمراجعين.